بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من ملعب الأهلي. النهاردة مباراة هامة جدا، مباراة نهاية الدوري العام المصري، آخر مباراة في الدوري العام المصري. نادي الأهلي بطل هذا الدوري، هذا الدوري العجيب والغريب، هذا الدوري الصعب جدا، وبطله النادي الأهلي سيلاقي الوصيف نادي الزمالك صاحب المركز الثاني في الدوري العام المصري هذا الموسم. مهما كانت النتيجة سيظل النادي الأهلي هو بطلا للدوري بعد فوزه قبل نهاية الدوري العام بمباراة وحيدة ببطولة الدوري العام، وبالتالي مهما كانت نتيجة هذه المباراة فسيكون النادي الأهلي بطلا للدوري كالعادة الحقيقة على الأقل في السنوات الأخيرة. لا مش على الأقل، هو دايما الحقيقة في الفترة الأخيرة بيكون النادي الأهلي هو بطلا للدوري للمرة رقم 41 من عمر الدوري العام المصري.